حماتك دي هي المفتاح لأبواب الجنة وليس باب واحد. لو أم العروسة طلعت من الحموات الفاتنات، الواد يتصرف إزاي مع بين أمه وحماته؟ أنا ممتنعة على الفقرة دي. الحما سويجرا المذر إن لا أكبر من نفسنا في العالم. مشوار كل شوية يعني في ماسورة شوام جاية علينا، مش معقول. لا عندك حق، هتنفسن شوية. بس أنا قلت دلوقتي تابلوه لطيف أوي. بص جاية بقى بابا يعني هي هتعوض الضيافة المصرية اللي أنا قابلتها في سنة، عارفة يعني انتصار دلوقتي بتعوضها في النص كده يعني. ماسورة شوام جاية لنا وبعدين بقى هتاخد شعبة جاية تتجوزني مصرية بعد كده. بص يعني هي ماسورة شوام بس جاية عازب كمان. لا جاية عازب. يعني أنا مش هينفع أجي مصر وأبقى مرتبط، مش هينفع أجي نفسنا أصلا وأشوفك وأبقى مرتبط. الله نفسنا من الأحد إلى الخميس في 9 مساء على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.